فيديو النهاردة بإذن الله هقدم لكم Mind Maps Skeletal Muscle، تجميعات للمصل بحيث تسهل المذاكرة عليك جدا. الفيديو اللي قبله اتكلمنا عن النيرف بكل تفاصيله، والنهاردة هنجمع مع بعض المصل. هبتدي أول نقطة بالإكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، بمعنى إزاي هيتنقل الأكشن بوتنشال from النيرف إلى المصل. طيب كلنا عارفين إن الأكشن بوتنشال هيفتح الفولتج جيتد كالسيوم تشانلز اللي موجودة على النيرف. الكالسيوم هيدخل من بره لجوه النيرف بالكونسنتريشن جريدينت، فهيحصل كالسيوم انفلكس. الكالسيوم اللي دخل هيعمل رابشر للاسيتايل كولين فيسيكلز. طب لما يكسرها هيخرج الاسيتايل كولين، فالاسيتايل كولين هيمسك في ريسبتور عند الموتور اند بليت، نهايه النيرف وبدايه المصل اللي هي نيورو ماسكولار جانكشن. كلنا عارفين من فيديوهات النيرف ان النيكوتينيك ريسبتور ده جواه فولتج جيتد صوديوم تشانل، فلما يمسك الاسيتايل كولين فيه من بره هيفتح بوابات الصوديوم اللي جواه، فالصوديوم يتحرك من بره الى جوه من خلال الريسبتور، هيعمل لوكال ديبولاريزيشن لان الريسبتور لا يمكن يوصل لاكشن بوتنشال على طول، هو لوكال سب ثريشولد محتاج استيمولس تاني. هعتبر مسكة الاسيتايل كولين في الريسبتور كانها مؤثر ضعيف سب ثريشولد، محتاج لسب ثريشولد اخر علشان يحصل سميشن ونوصل للفايرنج ليفل، فيفضل اسيتايل كولين يمسك في الريسبتور. المسكة الاولى مش كافية توصلنا للفايرنج، المسكة التانية مع الاولى هيتجمعوا مع بعض ويوصلني للفايرنج ليفل. طب انا عايز ليه فايرنج؟ علشان اعمل اكشن بوتنشال كان بي بروباجيتد، وده اللي حصل. الاكشن بوتنشال وصل للساركوليما اللي هو المصل ممبرين، ودخل من خلال التي توبيولز الترانسفيرس توبيول. بس قبل ما نكمل الرحلة من اول الاكشن بوتنشال اللي فتح فولتج جيتد كالسيوم حتى مسك في النيكوتينيك ريسبتور، ده بنسميه نيورو ماسكولر ترانسميشن، ده نقل الكهرباء من النيرف الى المصل ممبرين. طبعا نقل الكهرباء ده يوني دايركشنال، اتجاه واحد من النيرف لتحت، في ديلي. طب اتأخرنا ليه؟ عقبال لما دخل الكالسيوم كسر الفيسيكلز خرج الاسيتايل كولين. رقم 3 هو الفتيج، طبعا ده مهم جدا. 4 affected by، طبعا الترانسميشن يتأثر بستيميولاتوري وانهيبيتوري فاكتورز. الاستيميولاتوري نيكوتين سمول دوز هيشتغل كأنه أسيتايل كولين أو أمنع تكسير الأسيتايل كولين، وفي الآخر النتيجة واحدة، عندي أسيتايل كولين شغال. الإنهيبيتوري هو العكس، بس هنزود عليها معلومتين، هو ساكسينايل كولين، لأن الساكسينايل كولين بيعمل تأخير في فتح البوتاسيوم تشانلز، يعني بيأخر في الري بولاريزيشن. طالما دي بولاريزيشن طبعا فضلنا عنده فترة طويلة بيرزيستنت، ده هيأخر المدة الإجمالية للأكشن بوتنشل، وبالتالي هيأخر النيورو ماسكولر ترانسميشن. الساكسينايل
كولين قلنا عليه دي بولاريزيشن بلوك، بمعنى مش بمعنى ان دي بولاريزيشن ما حصلش، لا، الدي بولاريزيشن طول لدرجه انه اخر الاكشن بوتنشال. حاجه تانية، بوتيولينم توكسين، الفسيخ والسردين اللي بيبقى اكسبايرد وصلاحيته انتهت بيبقى فيه بكتيريا اسمها بوتيولينم توكسين تمنع الريليز اوف اسيتايل كولين من البدايه. طبعا وده يؤدي الى ريلاكسيشن لعضلات التنفس ويؤدي للوفاه. طيب الاسيتايل كولين مسك في الريسبتور وصل للساركوليما، دخل من خلال التي توبيولز. التي هو الترانسفيرس توبيول، هو الممر اللي ينقل الاكشن بوتنشال لجوه. التي توبيول ده على سطحه ريسبتور اسمه داي هايدرو بايريدين ريسبتور او اختصاره دهب دي اتش بي. الريسبتور ده is a voltage sensor، ده حساس للكهرباء، فيفتح زي اي باب بيفتح بالكهرباء، فتعدي الاكشن بوتنشال منه الى التوبيول اللونجيتيودينال اللي اسمه ساركوبلازميك ريتيكولم. خلي بالك ان الساركوبلازميك ريتيكولم ده بيبقى عامل زي العظمة، في انتفاخين سيسترنا وأنبوبة في النص. الانتفاخ ده عليه بوابة الكالسيوم الريانودين كالسيوم اتشانل. خلي بالك الكالسيوم متخزن في السيسترنا، هيمسك طبعا في التشانل دي او الريسبتور اللي موجود على السيسترنا ويعدي من خلالها. كأن الكالسيوم عامل زي الأسيتايل كولين كيميكال ويمسك في الريسبتور ويعدي، يعني ليجند جيتد، زي فكرة النيكوتينيك ريسبتور لما قلناها قبل كده. ليجند معناها عبد، قفل الباب تحت أمر اللي معاه المفتاح أو نسخة شبهه، مش هيفرق معايا. نفس الكلام الريانودين كالسيوم اتشانل، قال الكالسيوم هيمسك فيا وده كيميكال بايندينج وبالتالي انا ليجند جيتد. الكالسيوم حصل له ريليز، فالكالسيوم علشان يخرج لازم يبقى له دور. خلي بالك ان الفايبرز بتاعه المصل، وده هنقولها دلوقتي، بيبقى عندنا انواع من البروتينز، كونتراكتايل وريلاكسينج وريجوليتنج. الاكتين والمايوسين دول اشهر كونتراكتايل بروتينز، بس الاكتين في بينه وبين المايوسين عازل انسوليتور، حاجه تمنع البايندينج، الكلام ده هنقوله دلوقتي، اسمها تروبو مايوسين. فلازم حد يشيل التروبومايوسين من مكانه اللي بيغطي الأجزاء الفعالة في الأكتين اللي هيمسك في المايوسين، وهنا تبان دور الكالسيوم. هيمسك في تروبونين سي، وده مهم قوي، ويشيل التروبومايوسين من مكانه، ثم نبدأ في حاجة اسمها كروس بريدج سايكلينج. طبعا هنشرحها، بس الاول نعرف الاستراكشر بتاعنا شكله ايه بتاع المصل. في البداية ادي المصل بتتكون من فاسيكلز، حزم، والفاسيكلز تتكون من فايبرز، والفايبر يتكون من فايبرل وخيوط اصغر، الياف اصغر، التي تتكون من فيلمنت خيوط. ده التركيبة الأساسية بتاعتنا. جيت عند الفايبر وقلت لك حاجتين، وعند الفيلمنت وقلت حاجتين. هبتدي الأول بالفيلمنت الأصغر. أنا عندي سن وسيك فيلمنت، خيوط رفيعة اسمها آي باند. آي
أول حرف من كلمة ايزوتوبيك بمعنى مشع ضوئيا فاتح تحت الميكروسكوب، هو ده الأكتين. وتسمى أكتين لأنه هو اللي بيعمل أكشن. ده مهم قوي، خلي بالك الأكتين عبارة عن كور، والكور دي بتكون ماسكة في زد لاين. يعني أنا عندي كور أكتين يمين وكور أكتين شمال. الفكرة علشان المصل تقصر اللينس يقل، أنا عايز الزد لاين اليمين والزد لاين الشمال يدخلوا لجوه. طبعا المسافة اللي بالعرض اسمها ساركومير أو ماسل لينس. طيب إيه اللي يخلي الزد لاين يمين وشمال يدخل لجوه؟ يبقى لازم الأكتين اللي ماسك فيه لازم يتشد للسنتر اوف ساركومير. مين اللي هيعمل كده؟ مايوسين. المايوسين هو السيك فيلمنت، وهو ما بيتشافش تحت الميكروسكوب، معتم. هنقول ان ايزوتروبيك، ان مفيش، تمام، مفيش اشعاع. المايوسين يتكون من تو هيدز وارم وتيل وهينج، حاجه زي مفصله الرقبه. تو هيدز، في هيد ماسكه في ادينوزين داي فوسفيت، فيها ادينوزين داي، عاوزه فوسفيت كمان، يبقى ادينوزين تراي فوسفيت، ثم نكسره علشان نمسك في الاكتين. بس في شرط، لازم التروبو مايوسين الانسوليتور يتشال من مكانه. طبعا يعني ايه كروس بريدج اللي هو الهيد والارم؟ المايوسين هيمسك في الاكتين ويشد اول كرة لجوه ومعاها الزد لاين، هتقول لي ده العادي، ثم بعد كده يسيبها ويمسك في الكرة التانية ويسيبها ويشدها وهكذا. زد لاين عمال displaced، يتحرك من مكانه بالإزاحة يمين وشمال إلى أن يقل المسل لينس. فكأن المايوسين واحد ماشي على كوبري المشاة بيعبر كروس بريدج، هو ده المعنى، المرور من خلال هذا الكوبري. أفضل ماسك كورة كورة من الأكتين وشدها إلى أن يقل المسل لينس في النهاية. طيب قبل ما نقول النوع الفايبرز، عايز أقولك أن البايندينج لا يحتاج إلى طاقة، ده مهم قوي، مش محتاج إلى طاقة. طب اللي محتاج لطاقة هو البيندينج، بمعنى المايوسين ليه تو هيدز بالمنظر ده. تخيل دلوقتي كرة الأكتين بعيدة عني، فلازم الهيدز دي تعمل ايه؟ لازم تتني، تغير من وضعها، وده مهم جدا. بيندينج هو ده اللي بيخليني اكسر طاقة محتاجها، باور ستروك، ضربة الطاقة. طيب هل الطاقة دي هتفضل معايا لما لا نهاية؟ لا، فالمايوسين يلاقي ان الانرجي بتاعته خلصت، بالظبط زي حجر البطارية لازم اشحنه من جديد، فيعمل ديتاتشمنت، ينفصل المايوسين عن الاكتين. طب ليه بينفصل؟ علشان يمسك في اي تي بي جديدة ثم يكسرها ويعمل اعادة تدوير او ريسايكلينج مرة تانية. كتبت لك هنا إذا لم ينفصل المايوسين عن الأكتين، ده معناه حدثت الوفاة. أنا بنفصل عشان أمسك في ATP جديد. طب ما الATP مصنعه هو الميتوكوندريا. طب أنا لو ما عنديش ميتوكوندريا شغالة، معناها وفاة، وده اللي بيحصل بعد الوفاة كذا ساعة، ريجر مورتس.
رايجر معناها تخشب، ستيفنس بين عاملين زي التمثال بعد الوفاة، ومورتس هو مورتو أو إدس. طب نطلع تاني ونشوف، كلمنا عن الفيلمنس، عايز أتكلم عن الفايبرز، ألياف العضلية نوعين عندنا، نوع اسمه سلو أوكسيديتيف، وده اللي هبتدي كلامي بيه، سلو أوكسيديتيف. كلمة سلو عايزك تفتكر في الكلمة دي تلات نقاط رئيسية أهي: سلو كونتراكشن، فايبرز بطيئة في الكونتراكشن وبالتالي بطيئة في الكروس بريدج سايكلينج، بطيئة في الفتيج أو الإجهاد، ما بتتعبش بسرعة، في هاي انديورنس تحمل عالي. طب سؤال بقى، أنا دلوقتي قلت أوكسيديتيف، استفدت إيه من العنوان ده؟ استفدت كلمتين، طالما أنا أوكسيديتيف يعني أنا عندي أكسجين أكتر، يبقى عندي كابيلاريز أكتر تساعد على الإكسيتشينج. دايما ربنا بيوظف الحاجة حسب أهميتها، أنت عايز تشتغل إيه فنحط لك استراكتشر إيه وفيها مور مايوجلوبين. هتقول لي الله طب ليه؟ لأن المايوجلوبين هو مخزن للأكسجين، بيخزن 1 مولكيول اوف أكسجين، ده مهم قوي، أنا عاوز الستور ده يكون عندي أكتر. خلي بالك الفايبرز دي هي الريد فايبرز، الألياف الحمراء. طيب علشان كده تعال نتخيل، أنا دلوقتي مش عايز أتعب بسرعة، أنا بجري في سباق الماراثون 3-4 ساعات، بجري كذا كيلو، وبالتالي أنا عايز الـ ATP تكون عندي كتير. مين المصنع؟ ميتوكوندريا، يبقى مور ميتوكوندريا، ده مهم. طب أنا مش عايز أتعب، مش عايز الـ ATPs يشتغل جامد، أبطأ الميوسين ATPs. طيب السايت، يا ترى الفايبرز دي موجودة فين في جسمنا؟ في اللجز. دايما عسكري المرور بيقف فترات طويلة وما بيتعبش، لأن الفايبرز اللي في اللور ليمب سلو أوكسيديتيف. وفي كذا مهنة، جراح، طبيب أسنان، أي واحد مهنته تتطلب يقف فترات طويلة، وده مهم قوي، وقلنا سيوتد فور الماراثون. نوع تاني من الفايبرز، زي ما ربنا خلق نوع يساعدك للتحمل لفترات طويلة لإكسرسايز، نوع تاني يشتغل فترات قليلة، زي 100 متر جري 9 ثواني وشوية، الرقم العالمي 9.57 ثانية بتاع أوسين بولت الجامايكي بتاع زمان. طيب 9 ثواني يبقى أنا مش محتاج ATP كتير زي السلو أوكسيديت. فبص أنا قلتلك العكس ليه، نفس الفكرة، كلمة فاست هستنتج منها 3 كلمات: سريع في الكونتراكشن، سريع في الكروس بريدج سايكلينج، سبق 9 ثواني بوينت 58 من 100، أو اللي بيرفع حديد الوقت بتاع رفع الحديد قليل مقارنة بالماراثون. طيب يتحمل، تقول لي التحمل بتاعه أقل، ده مهم قوي، وبسميها وايت فايبرز، وطالما وايت ده معناه كابيلاريز أقل، مايوجلوبين أقل، لأن أنت المجهود اللي بتعمله مش محتاج وقت طويل، ميتوكوندري أقل، مش عايز ATP كتير. دكاترة البايو قالوا لنا معلومة إن الـ ATP في السلو أوكسيديتيف هو 38 ATP، أما في الفاست جلايكوليتيك هو 2 ATP. شوف الفرق الكبير ما بينهم. طيب والميوسين ATPs أنا عايزه يشتغل أسرع، عايز انرجي أسرع، تمام؟ السايتس أبر ليمب،
ودي كنا عارفينها واحنا اطفال صغيرين، لما كانوا بيعاقبونا في الفصل ويذنبونا ارفع ايديك لفوق ما تتحملش وقت طويل، او يدولك شنطه وترفعها مش قادر، لان الفايبرز في الابر ليم فاست جلايكوليتيك. طيب ده الاساس بالنسبه لنا. نيجي نقول بقى نقطه طلبه كتيره بتسال فيها، ايه هو الفرق ما بين ووك الونج ثيوري وكروس بريدج سايكلينج؟ يا دكتور احنا ملاحظين الاتنين زي بعض. الووك الونج انا بحكي الحكايه من الاول، كالسيوم مسك في تروبولين سي، شال التروبوميوسين وعمل كروس بريدج سايكلينج. يعني الووك الونج هي كل اللي حصل، الكروس بريدج بارت منها، جزء من الميكانيزم. طيب في ديفينيشن اسمه كونتراكشر، اخرها يو ار اي، معناها كونتينيوس كونتراكشن، انقباض مستمر ويزاوت ريلاكسيشن. طيب نيجي بعد كده بقى لتقسيمة المصل، تقسيمة في كذا تقسيمة هنقولها في المصل النهاردة. مصل ككونتراكشن انواع، عندي نوعين اساسيين، وامتى يقل، واي تي بي مصادره ودوره. طبعا المصل كونتراكشن ليها نوعين، كنا عارفين قبل ما ندخل كليه الطب كونتراكشن معناها ان العضله بتقصر، معروفه دي. لا النهارده هنقول قد يكون كونتراكشن ولكن ماسل لينس ثابته ما بتتغيرش. ازاي؟ لو انت مذاكر اناتومي كويس انت عارف ان الماسل فيها كونتراكتايل بروتينز وماسك فيها تندون الوتر. الكونتراكتايل بروتينز هو اكتين ومايوسين. دلوقتي انت قلت ان المايوسين يشد الاكتين الى السنتر، طبعا بايند بيندينج ديتاتشمنت الكلام ده. طيب دلوقتي لما يقرب المايوسين من الاكتين هيحصل ايه؟ تقول المسافه هتقصر، ولكن التندون الاستيك، عامل زي الاستيك المرن، التندون ماسك في الكونتراكتايل بروتين، فلما انتم تقصروا المسافه انا كتندون هتشد معاكم، زي فكرة شد الحبل، كلنا ماسكين في بعض، أنا ببتدي أشد الحبل فكل اللي ماسك فيا بيتشد معايا، نفس الفكرة ببساطة، فالتندون يتشد. إذا التندون حصل له ستريتش إطالة وعوض المسافة اللي قصرها الزد لاين، يبقى الماسل لينس ثابت، وده أنا بسميها ايزو متريك، المصل لينس ثابتة. طب هتقول لي الله طيب هنا المصل لينس ثابتة يعني معناها ان اللي زاد هو التنشن. طبعا عندك نوعين من التنشن، شد الالاستيك بارت او التندون ده اسمه تنشن، الشد ده باسيف. يعني باسيف مش بيبذل مجهود، انا ككونتراكتايل بروتين انا اللي بذلت الطاقه، انا اللي كسرت الاي تي بي، وبالتالي يا تندون انت تابع ليا، عشان كده التنشن احد انواعه باسيف اللي موجود في الالاستيك بارت. الجزء المرن ده ماشي على التوالي مع الكونتراكتايل بروتين، فبسميه سيريز الاستيك element، سيريز زي سيريال، ده مهم قوي. طيب هل في مجهود اتبذل؟ تقول لي الورك دان ده انت قصدك بيها ايه؟ ايه الورك دان؟ بص الكلمة مجهود تساوي force times distance، القوة اللي عملت بيها المجهود، رفعت حاجة شلت حاجة حركت حاجة، times المسافة اللي انت حركت بيها الاوبجكت. يعني اديك مثال، رباع رفع اثقال
حط ايده على بار الحديد، حاول يرفعه ومعرفش. هو عمل كونتراكشن ولكن ما كملش، ما قدرش يرفعه عن الارض. يبقى الديستانس زيرو، هو انت حركته، اي حاجه في صفر تساوي صفر، يبقى المجهود المبذول زيرو، وبالتالي الميكانيكال افيشنسي زيرو، كفاءه العضليه مفيش كفاءه هنا عشان نختبرها. طيب فطلبه سالت سؤال مهم، طب امال ليه اتعمل الايزومتريك؟ لمواجهه الجاذبيه، تو فيس جرافيتي. الجاذبيه بتشدك لتحت، بتحاول تعمل ماسل ريلاكسيشن. طيب يبقى انا لازم يكون ليا رده فعل، وهو الكونتراكشن، الايزومتريك كونتراكشن، ده مهم جدا. تاني حاجه، محاوله فاشله لرفع حاجه، شنطه محطوطه على ارض تقيله، انت مش عارف جواها ايه، حاولت ترفعها وما عرفتش، ايزومتريك. النوع التاني العكس وسهل قوي، قدرت ارفع الاوبجكت، معناها ان الاكتين والمايوسين قلنا قربوا من بعض، الزد لاين قل. هتقول لي ما هيشد التندون بالتبعيه، المره دي الاستيك ما تشدش للنهايه، ما عوضش المسافه الكليه اللي اسرتها المصل او كونتراكتايل بروتين، يبقى المصل لينس قل. بص معايا في الكلمه الثانيه، ليه اتسمى ايزوتونيك؟ تونيك تساوي تنشن، يساوي شد، الشد ثابت، ايزو يعني ثابت، بمعنى الاستيك اتشد في البدايه ولكن ما زادش الشد عن كده، سبت، يبقى التنشن بيكمز كونستنت، يبقى التنشن بقى ثابت واللينس قل. سؤالي ليك، هل بذلت مجهود؟ تقول لي بس المجهود اللي بذلته 25% في رفع الاوبجكت. طب ليه يا دكتور مش 100%؟ لان في 75% من المجهود بتاعك في صورة حرارة. طب هل الهيت يفيدني؟ الحرارة بتقلل الفيسكوزيتي، تقلل اللزوجة. لو عندك لحمة في الفريزر حطها في حلة مية بتغلي، هتفك معاك. نفس الفكرة، الهيت انا عايز ابعد الاكتين عن المايوسين. طب ليه تبعده؟ علشان يحصل سلايدنج، زحلقة اقوى، قوة الكونتراكشن تزيد فيما بعد. ده بمنتهى البساطة والمنطق، وده اللي هنشرحه مع ستارلينج لو. ادي مساحة للميوسين يمسك في الاكتين ويشده ويعمل بيندينج، لو هم قريبين من بعض انا مش هقدر اعمل كروس بريدج سايكلينج قوي، مش هقدر خالص. عشان كده فايدة الهيت يقلل الاحتكاك بين الاتنين، الفيسكوزيتي، فتزيد قوة الكونتراكشن. وقلنا الافيشنسي 25%. طيب ده نقط أساسية. طب امتى الكونتراكشن يقل؟ في الفتيج أو الإجهاد. فتيج معناها إني الباور أوف كونتراكشن ديكريزس نتيجة لزيادة، خلي بالك، الإكسرسايز، أو إن أنت بتزود الفريكونسي أوف ستيميوليشن. كنا بنعمل تجارب في المعمل عن الضفادع، ونحط المصل بتاعت الفراج جاسترو كونيميوس، السمانة بتاعته، ونثبتها على ترابيزة في المعمل، ونيجي نجيب جهاز ونوصل كهرباء ونسلط الاستيميولاي على الفراج مصل. كل ما بتزود الاستيميولاي، اول كانت الكونتراكشن ارتفاع عالي، كل ما زود اكتر واكتر ارتفاع الكونتراكشن كميكانيكال ريسبونس عمال يقل لغاية اخر كيرف بنسجله. ايه ده؟ هو فين البيك اوف كونتراكشن؟ ده شبه مش موجودة خالص، العضلة تعبت.
تعبت من ايه؟ زيادة لاكتيك اسيد. وده اللي بيحصل في اللي بيجروا في سباق الماراثون، يحط ايديه على اللور ليمب على السمانه ويصرخ من الالم. زياده اللاكتيك اسيد بتعمل كرامبس رهيبه، والاسيد بيمنع الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. النقطه الثانيه هو نيورو ماسكولار فاتيج، عمال اكسر في فيسيكلز واخرج اسيتايل كولين لدرجه الاسيتايل كولين قل جدا. خد من التل يختل، خلاص محتاج وقت اصنع اسيتايل كولين جديد. او قد يكون الفتيج سايكولوجيكال، مشكله نفسيه، انا مش عايز اعمل حاجه، مش تعبان وعملتش مجهود، ماليش نفس اتحرك. طيب نيجي للاي تي بي. مصادر الاي تي بي ثلاثه: الترا رابيد، اسرع مصدر عندنا. فاكر لما قلت لك الميت متر جري 9 ثواني وشوية؟ انت محتاج كرياتين فوسفيت في اول 3 إلى 5 ثواني محتاجه، فده ألترا رابيد، اسرع مصدر. كرياتين فوسفيت مع اي دي بي هيكون اي تي بي تراي فوسفيت زائد كرياتين. طب ما هو ده هيديني الطاقة 5 ثواني. طب يا دكتور انت لسه بتقول باقي 4 ثواني وشوية. بطل العالم يكمل السبق بمين؟ يكمله ان ايروبيك، يكسر الجلوكوز في غياب الاكسجين ويديني 2 اي تي بي. اما اللونج تيرم ده اللي شرحناه في سباق الماراثون، سلو اوكسيديتيف فايبرز، 38 اي تي بي كريبس سايكل. خلي بالك ان اللي بيجري 100 متر بيكون عنده هايبرتروفي او تضخم في عضلات الابر ليمب، اما العكس عضلات اقوى في اللور في اللي بيجري في سباق الماراثون. الكينيين والاثيوبيين تلاقيهم صيارين كده ولكن قدرات عالية في التحمل. طيب عايز اجمع لك دور الاي تي بي، دوره في البندنج وديتاتشمنت. اوعى تغلط وتقول بايندنج، لا، مهم للريلاكسيشن، لان الكالسيوم عايز ارجعه مرة تانية للمخزن بتاعه بعد ما يكون ادى دوره في الكونتراكشن. طب نفكر، كالسيوم ادى دوره يعني تركيزه الان قل، تم استهلاكه، عاوز ارجعه للسيسترنا اللي فيها كالسيوم كونسنتريشن عالي، بتحركه من لو كونسنتريشن الى تركيز اعلى في السيسترنا، يبقى ده عكس الكونسنتريشن جريديانت. يبقى انت محتاج تكسر ATP. هو ده اللي احنا عملناه، كالسيوم اي تي بيز بامب، ده مهم جدا. في معلومه حطيتها لك في مستطيل ماياسينيا جريفز. الماياسينيا ليها معنى، مايو يعني مصل، اسينيا معناها ويكنس، جريفز مش معناها سيفير او شديد زي ما الطلبه فاكره، لا، جريفز معناها حمل. اول ما اكتشفوا ضعف العضلات كان في السيدات الحوامل. المرض ده اوتو اميون، يعني ايه؟ يعني انا بطلع انتي بادز تهاجم نفسي، مشكله في المناعه. المفروض ان انا بطلع الانتي بادي او المضادات ضد حاجه غريبه بتهاجمني، فيروس، بكتيريا اسمها انتيجين. لا، احنا اعتبرنا ان النيكوتينيك ريسبتور اللي في الموتور اند بليت مش تبعنا اساسا، وبالتالي لازم نطلع ضدها انتي بادز. الانتي بادز طلعت ضد بعض النيكوتينيك ريسبتورز،
وفي نيكوتينيك ريسبتورز تانية سلام، هم دول اللي عايزين نحافظ عليهم، نمنع تكسير الأسيتايل كولين اللي هيمسك في النيكوتينيك ريسبتورز اللي ما اتضربتش بصواريخ الانتي بوديز. طب يعني ايه؟ يعني انا ادي لك ريفيرسيبل انتي كولين استريس زي ما شرحت في الاوتونوميك من قبل، نيو ستيجمين ده مهم جدا، وبالتالي الاسيتايل كولين حافظنا عليه مسك في النيكوتينيك ريسبتورز، طبعا حول اللوكال بوتنشال الى اكشن بوتنشال وكمل رحلته في التي توبيول. طيب دلوقتي هنتكلم على ثلاث عناوين، الكتريك ايفنتس ونوع الحراره واكسجين ديت. خلي بالك بقى من الكلام ده. في البدايه الالكتريك ايفنتس عندنا الريستنج ميمبرين بوتنشال اوف ذا ماسل نيجاتيف 90. انا عايزك تقارنه بالنيرف اللي كان نيجاتيف 70. دايما الطالب الشاطر لما يلاقي ابتدت المعلومات تزيد معاه ورقه وقلم ويعمل جدول. طبعا فايرنج ليفل النيرف كان نيجاتيف 55، الماسل نيجاتيف 40، تعال على البيك زائد 40 في الماسل، كان زائد 35 في النيرف. الامبليتيود بتاع النيرف كان 105، هنا الامبليتيود 130 ملي فولت. وفي نقطة مهمة، ان الاكشن بوتنشال بيسبق الكونتراكشن باي 2 ملي سكند، ده مهم. وحتى بنقول اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، الاتنين كابلز ماشيين مع بعض بس الكهرباء تسبق الانقباض. انواع الحرارة اربع انواع. عندي نوع من الهيت بيطلع during rest العادي. during rest يعني مع الميتابوليك اكتيفيتيز العادية للمصر العادي. في نوع تاني من الحرارة نتيجة الشورتنينج، المصل اسرت، في مجهود حصل. دايما الهيت هو النتيجة أو الناتج الطبيعي لأي تفاعل كيميائي. في حاجة اسمها مانتنانس هيت. خلي بالك كلمة مانتنانس هو الحفاظ على التفاعلات الكيميائية اللي جوه العضلة ثابتة. دايما في حرارة مستمر، عملت كونتراكشن حرارة ناتجة، العادي في برضو حرارة. طب ويعني ريكافري هيت؟ الكونتراكشن انتهى وهنعمل ريلاكسيشن عشان نرجع لوضعنا الطبيعي. طب ما هو الريلاكسيشن يحتاج الى هيت. في عنوان اسمه اكسجين ديت، وده انا عايزك تفهم المعنى. البي سايلنت ما بقولش ديت، بقول ديت، دين الاكسجين. دايما لما تستلف من حد فلوس انت مطالب ترجعها، ده دين في رقبتك. نفس الفكرة، احنا مطالبين في نهاية الاكسرسايز ان احنا نرجع لللنج الاكسجين اللي احنا استهلكناه اثناء الجري. في نقطة مهمة، كل ما تستهلك اكسجين اكتر انت مطالب ترجع اكسجين كتير، شيء طبيعي. استلفت مني فلوس كتير ترجع لي على قد اللي استلفته، والعكس صحيح. طب نتكلم في السيولوجي دلوقتي. انا في نهاية الاكسرسايز زاد اللاكتيك اسيد، ليه يا دكتور؟ الاكسرسايز يبدأ ان ايروبيك، هنحرق جلوكوز في غياب الاكسجين، ثم ايروبيك جلوكوز بلس اكسجين، ثم في النهاية جلوكوز ماينس اكسجين، تعمل 2 اي تي بي ولاكتيك اسيد. طيب زاد اللاكتيك اسيد عندك فبسميها لاكتيك اكسجين ديت. اللاكتيك اللي زاد انا عايز احوله
الى طاقه ايجابيه. بمعنى مش اللاكتيك ده بيعمل ماسل كرامبس، انا عايز اللاكتيك اللي زاد ادخله في كريبس سايكل، انا عايز احوله في الليفر الى جلوكوز، وده مهم جدا، انا عاوزه يتخزن كجلايكوجين في العضلات. يعني انا قدرت اعمل ريسايكلينج، اعاده تدوير لللاكتيك ده. طب نفترض اللاكتيك الناتج قليل، كلمه لاكتيك مش معناها هنا بقى مفيش لاكتيك ناتج، لا، لاكتيك الناتج قليل، وطالما قليل يبقى انت استهلكت اكسجين قليل، ما هو شيء طبيعي. لما الان ايروبيك في النهايه يقل يبقى اعتمادك على الاكسجين طول الجري ما كانش عالي. طب طالما ما كانش عالي يعني انا هرجع اكسجين قليل، طب الاكسجين القليل استفيد منه في ايه؟ ريبلينش اي تي بي، هجدد مصدر الطاقه، هجدد الكرياتين فوسفيت اللي هو الالترا رابيد ميكانيزم، وبما انه اكسجين قليل او موليكيول واحد، انا لسه قايل لك مايوجلوبين الصبغه اللي في العضلات بتخزن موليكيول واحد اوف اكسجين، طب ما تيجي نمسكه في المايوجلوبين. عشان كده اكسجين ده كتعريف اكسترا اكسجين بيد ديورينج ريكفري. يعني ايه؟ يعني اكسجين هترده بعد نهايه الاكسرسايز. انا مش قصدي بريكفري فتره النقاهه المتعارف عليها مريض وبيخف، لا، انا قصدي العوده الى الامور الطبيعيه، المصل اللي كانت شغاله وكونتراكتنج وبتستهلك اكسجين اكتر، خلاص ما بقاش فيه داعي تستهلك اكسجين زياده، رجعه تاني لللنج لانك خلاص استهلكته طول فتره الجري. نيجي العنوان تاني في التجميع عندنا، هو ملاحظات على الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. التروبونين اللي بتكلم عليه لتلات انواع، تروبونين سي يمسك في كالسيوم دي عارفينها، تروبونين تي خلي بالك بقى هو اللي بيثبت التروبو مايوسين. وعايزك تتامل معايا في حاجه، اول حرف منه تي يمسك في تي تروبو مايوسين، والسي يمسك في سي كالسيوم. طب والاي؟ انا عندي اي ده يمسك في مين؟ اي باند، فاكر الفاتح تحت الميكروسكوب اللي هو اكتين. طيب في بقى ملحوظة مهمة في الام سي كيو، لا يتغير طول الاي باند، المايوسين ما بيتغيرش طوله، اللي بيقصر هو الاي باند او الاكتين. طيب نيجي نكمل، جراديشن اوف سكيليتال ماسل كونتراكشن. بعد ما عرفنا الكونتراكشن عايزين نتكلم على التدرج في الكونتراكشن، ازاي نزوده؟ ده يتوقف على تلات عوامل، موتور يونت ده اول عامل، لينس تنشن ريليشن شيب التاني، وعدد الاستيمولاي او المؤثرات الكهربيه. اول حاجه الموتور يونت، كلمه يونت معناها وحده، الانتيريور هورن سيل الاوريجين اوف سوماتيك زائد الايفرنت اللي خارج منه زائد ماسل فايبرز، دي اسمها وحده حركيه واحده. الوحده دي بتكلم فيها في حاجتين، سايز وفانكشن. خلي بالك السايز قد يكون سمول، يعني ربنا ساعات يحط لك يونت قليل في مكان مش عايز فايبرز كتيره تشتغل. هتقول لي يعني ايه؟ يبقى اكيد المكان ده بيشتغل بدقه عاليه، سبيشالايزد متخصص فينجر ماسل.
صباعنا فيه أقل عدد من الموتور يونت، 3 ل 6 وحدات حركية. طيب إمتى الموتور يونت تزيد؟ لو أنا عاوز موظفين زيادة، عايز ألياف عضلية أكتر تشتغل زي عضلات الظهر، باك مصل. الباك أنا عايز مجهود أعنف، فبالتالي فيه 120 موتور يونت تقريبا. خلي بالك أي حركة دقيقة فاين موفمنت محتاجة عدد أقل، حركة العنيفة أو الجراس موفمنت محتاجة إلى كونتراكشن أقوى وموتور يونتس أكتر. بدليل دايما نقول لك إيه؟ نقول لك كل ما يزيد احترافك كل ما تبقى مطلوب أكتر. الآي ماسلز، الفينجر ماسلز، كل ما تبقى هاوي مش متخصص كل ما يكون منك عدد كبير، انت مش مميز. خلي بالك الدلتويد ماسل بتستخدم في السباحة والمصارعة، فيها موتور يونتس كتيرة، جراس موفمنت. طيب ونتكلم عن الفانكشن، شرحناها. وظيفة الموتور يونت او كونتراكشن قد تكون بطيئة لان فيها سلو اوكسيديتيف ماسل فايبرز وتتكلم عنه، وقد تكون سريعة فاست جلايكوليتيك فايبرز. خلي بالك من اسمه جلايكوليتيك، بيكسر الجلايكوشين، ده السورس اوف انرجي بتاعه. طيب في حاجة اسمها نيورونال بول، لا نيورونال بول ده انا عندي اكتر من نيرف ويشغل اكتر من فايبرز، مجموعة كبيرة من المصل فايبرز اللي هو التكتل او التجمع العالي. طب لينس تنشن ريليشن شيب، ستارلينج الالماني قال لنا كل ما يبعد الميوسين عن الاكتين قوة الكونتراكشن تزيد، بس كمل كلامه بكلمة مهمة، وزن ليميتس. يعني ايه؟ تعال نتخيل ان ايدي دي اللي انا حاططها قدام الكاميرا ده مايوسين واللي فوق الاكتين. المايوسين بيبعد اهو، بس لسه هو فوق الاكتين يقدر يعمل له بايند وبند وديتاتشمنت. بص معايا فين المايوسين، ايدي خرجت بره الكاميرا، معناها ان انت عديت الليمت. عشان كده ستارلينج قال لنا ان المايوسين بيبعد عامل زي الاستيك، عارف لما تجيب استيك وتشده لورا، كل ما تشده هو عايز يقصر، عايز يرجع للريستنج ماسل لينس الطول المناسب بتاعه اللي يعمل عنده افضل كونتراكشن. عشان كده ستارلينج قال لنا الطول المناسب ده اسمه اوبتيمال لينس او بري لود، اوبتيمال مناسب. طب يعني بري لود؟ بري يعني قبل، ولود كونتراكشن بمعنى الطول المناسب للعضلة قبل الكونتراكشن كام؟ 2.2 مايكرون، 2.2 مهم قوي، 2.2 ده أفضل طول عنده أفضل كونتراكشن. هي دي الفكرة. طب لو أعلى من كده قوة الكونتراكشن تقل. عشان كده في النظري أنا عملت جراف العلاقة بين اللينس والتنشن، هتلاقي الكيرف طالع لغاية القمة 2.2 مايكرون عندها أفضل كونتراكشن. أعلى من كده في الهوريزونتال أكسس بالعرض لما الطول يعلى قوة الكونتراكشن تقل، تلاقي الكيرف طالع وبعد كده بينزل منك، ده مهم جدا. طيب ده يعتمد على ايه؟ أني نوع كونتراكشن؟ فكر معايا، لسه ما عملناش كونتراكشن يبقى ايزو متريك كونتراكشن، الطول ثابت، الورك دان زيرو، ميكانيكال افيشنسي زيرو، كلام اللي قلناه قبل كده. طيب في عنوان مهم جدا عايز اتركز عليه دلوقتي،
وهو علاقة الأكتين بالمايوسين. أهي ده اللينس تنشن ريليشن شيب. ونرجع لبقية الكلام مرة تانية. في البداية أنا بقول لك عندك نوعين من التنشن. في نوع اسمه باسيف اللي هو الإلاستيك أو التندون، ده سلبي ما بيبذلش مجهود. أنا بالتبعية الأكتين والمايوسين بيقربوا والزيد لاين بتقصر، بتشد معاكم. سيريز إلاستيك أو بارالل إلاستيك إليمنت. الأكتيف تنشن هو الكونتراكتايل بروسيس اي تي بي بريك داون. طب ليه قلت عليها ايزومتريك اثناء الوقفه تو فيس جرافيتي؟ تعال نبص على الخمس احتمالات بتوعنا. اول احتمال لو اللينس از فيري شورت، بمعنى اكتين كراودد في مركز الساركومير في زحمه، المايوسين مش لاقي مكان يتحرك فيه بالتو هيدز بايند وبند، فالتنشن يقل. كل ما يزيد اللينس هيزيد عدد الكروس بريدج، ده الاحتمال الثاني، فيزيد التنشن. طب البيست تنشن عند 2.2 مايكرون، ده الاحتمال الثالث، لان في اكتر عدد من الكروس بريدج. احتمال الرابع، انت زدت عن الطول المناسب above the optimal lens، الاكتين يبتدي يبعد عن المايوسين هيد، قوة الكونتراكشن تقل، سهم النازل ده معناه decrease tension. طب لو severe stretch الاكتين هيتشد قوي من المايوسين هيد، هيتشد قوي عنه وبالتالي التنشن هيقل. الكلام ده في غاية الأهمية. أنا دلوقتي عندي خمس احتمالات مهمين. لو تلاحظ الاحتمال التاني والتالت فقط هو اللي بيزيد في التنشن، إنك بتوصل للأوبتيمال لينس تدريجيا، لكن قبله أو بعده قوة الكونتراكشن بتقل. وعايزك تخلي بالك ان التنشن يتناسب طرديا مع عدد الكروس بريدج بين الاكتين والمايوسين. طب يعني ايه توتال تنشن؟ هنجمع اكتيف زائد الباسيف. في معلومه مهمه لازم تخلي بالك منها، ان اللي يبتدي هو الاكتيف تنشن واللي بعده باسيف تنشن، لان ساعات النقطه دي ما بتبقاش باينه في الكتب. طبعا انت دلوقتي بتشد على المصل، بتشد عليها، يبقى لازم يبقى الكونتراكتايل يشتغل اولا ثم يشد التندون ثانيا. طيب نرجع تاني لبقيه الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. ادي اللينس تنشن ريليشن شيب، عنوان اسمه افتر لود. زي ما قلت بري لود المسل لينس ما قبل الكونتراكشن. انا عايز اتكلم بقى، طب المسل دلوقتي عامله كونتراكشن، هي عامله دلوقتي كونتراكشن، تتوقع ايه؟ بمعنى انا شايل صينيه فيها كوبايات فاضيه، ايوه انا عامل كونتراكشن، انا رافع الصينيه مشغل البايسبس، وانا ماشي واحد صب مية او بيبسي او ايا كان في الكوبايات دي، فابتدى التقل يزيد بتاع الصينية. يبقى وانا بعمل كونتراكشن انا بواجه ريزيستنس او مقاومة، فلازم اعلي الكونتراكشن اكتر، ده اسمه افتر لود. during the contraction you should make more and more contraction. طب سؤال، السرعة اللي انا هشيل بيها الصينية هتكون عالية زي لو الصينية دي كوبايات فاضية؟ تقولي طبعا لا، كل ما بتزود عدد الكوبايات وتحط جواها فلويد شيء طبيعي تقل بيزيد، عشان كده الفيلوسيتي
اوف شورتنينج، السرعه اللي بيحصل بيها الكونتراكشن بتكون تصل الى الماكسيمم ات زيرو افتر لود. طبعا زيرو افتر لود، مفيش حاجه قصادي فبعمل كونتراكشن اسرع. زي بالظبط ايدي دي فاضيه، تقول لي اتنيها وافردها، بتنيها وافردها وبسرعه. طب تخيل ايديا كان فيها ضمب الحديد، طبعا بيبقى فيه وقت اطول في الكونتراكشن. انا اعمل الحكايه دي صعبه جدا. طيب فبسميها في ماكس. في ده رمز لفيلوسيتي، وماكس هو الماكسيمم او الاقصى. طب ده يعتمد على اي نوع كونتراكشن؟ بالعقل، انت عامل كونتراكشن دلوقتي وعامل مجهود، يبقى ده ايزو تونيك كونتراكشن. يبقى عايز اوصل لك الخلاصه المهمه للام سي كيو، ان البريلود يعتمد على ايزومتريك كونتراكشن، ولكن افتر لود يعتمد على ايزوتونيك كونتراكشن. الكلام ده مهم قوي. طيب الفريكوانسي اوف ستيميوليشن شرحناها مع فيديوهات العملي. لو انا عندي اتنين استيميولاي جم اثناء الريلاكسيشن او الكونتراكشن او اكتر من اتنين، هنتكلم على تيتانس وكلونس. عايز اقول معلومه مهمه، كلونس معناها incomplete relaxation، المصل ما كملتش relaxation، ادت لها stimulus اضطرت تستجيب. خلي بالك الميكانيكال ريسبونس ما عندوش absolute refractory period، وده شيء طبيعي. المصل طول الوقت في حالة mild contraction. وعايز افهمك معلومة مهمة، كلونس معناها dancing باللغة اللاتيني يرقص. العضلة contract relax ما كملتش، contract relax، في حركة اهتزازية زي مسرح العرايس، طالع نازل طالع نازل. ده normally في الإنسان الطبيعي، مش عندنا. احنا عندنا maintained contraction، عارف زي البلاتو او الثبات، الهضبة، خط ثابت لكونتراكشن. فطالب سألني طب معنى كلامك ان المصل 100% من الفايبرز بتاعتها كونتراكتنج؟ قلت له لا، 70% كونتراكتنج و30% ريلاكسنج ثم تبادل ادوار، اللي كان ريلاكسنج كونتراكت والعكس صحيح. عشان كده بنقول asynchronous firing. كلمة سينكروني تكامل، مفيش تكامل في انقباض كل الفايبرز في آن واحد، لا، شوية contracting وشوية relaxing. ده مهم جدا. المسل فايبرز عاملة بالظبط زي الفرقة الموسيقية، شوية بيعزفوا شوية مستنيين دورهم في العزف، بقى لما يجي دورهم لما المايسترو يشاور لهم، نفس فكرة المسل فايبرز. طيب ازاي احول كلونس الى تيتانس او العكس، تيتانس الى كلونس؟ شرحناه مع فيديو العملي. في ان بي مهم حاططها في مربع، ستير كيس فينومينا، نظرية السلم. انت بتطلع سلم من درجة اقل الى اعلى، هنشبه الكونتراكشن بالفكرة دي. لما الكالسيوم بيدخل تدريجيا بيزود قوة الكونتراكشن، كأنك طالع سلم درجة درجة، من الدرجة الاقل للاعلى للاعلى. عشان كده في المراجع شبهنا قوة الكونتراكشن كأنها عواميد عصيان، العمود الصغير ثم العمود جنبه يطول، معناه ان الكونتراكشن عمال يزيد، كأنك طالع سلم ثم نصل الى الثبات او البلاتو. العنوان ده هو سيمبل ماسل تويتش، برضه هو عنوان عملي بس هقول لك فكرته.
سيمبل معناها بسيط، اديت للفروج ماسل ستيمولس واحد، عملت كونتراكشن واحد. ده منطقي جدا. طيب الكونتراكشن ده بدأ 4 من 100 ثانية، والريلاكسيشن أخد مدة 5 من 100 ثانية. سؤالي ليكم، هل السيمبل ده موجود في الهيومن؟ لا، احنا ما بيوصلناش وان ستيمولس، انا بيوصل لي اعداد كبيره من اكشن بوتنشال. زي ما شرحت في النيرف، اكشن بوتنشال كان بي فريكوانسي موديوليتد، انا اقدر اغير في عدده. طب كلمه تويتش معناها كونتراكشن او رعشه. طب نركز بقى مع بعض. فاكتورز افكتنج سيمبل ماسل تويتش، عملتها لك بشكل بسيط، 2S و2T علشان تفتكر الموضوع. ستارلينج لو ايه علاقته بالتويتش؟ ما هو التويتش ده كونتراكشن. ستارلينج قال كل ما نزود اللينس اوف الماسل قوه الكونتراكشن تزيد وزن ليميت، يبقى داخله معانا. ستيميوليشن، هل بدي سكسيسيف ستيميوليشن ولا ريبيتد؟ لو ادينا ريبيتد متكرر، المصل تدخل في فتيج اجهاد، ده شرحناه. 2T نوع المصل فايبر اللي هتعمل كونتراكشن، هتعمل تويتش سلو ولا فاست، وتمبريتشر درجة الحرارة. لما جينا عملنا تجربة على الفروج ماسل، حطينا ورم سالين محلول دافي، لقينا قوة الكونتراكشن بقت أعلى في مدة أقل. فهنا الورمينج عمل حاجتين، زود الامبليتيود أو الفورس الاسترينث القوة، وقلل الديوريشن. ليه؟ لأن الدفى الورمينج بيسرع في الانزيماتيك رياكشنز، فانت بتعمل مجهودك في زمن اقل، كفاءتك اصبحت اعلى، بالاضافه ان الهيت يقلل الفيسكوزيتي اللي شرحناها. فاكر لما قلت لك 75% من مجهودك راح في صوره هيت عشان اقلل اللزوجه، احتكاك اكتين بالمايوسين، ابعدهم عن بعض، فبالتالي يحصل سلايدنج اقوى، فقوه الكونتراكشن تزيد. والعكس في الكولينج، الامبليتيود اقل في مده اطول فيزيد الديوريش. طبعا الكلام ده وضحته في فيديو كيرفات موجود في القناه. شرحنا اللانس تنشن ريليشن شيب بخمس احتمالات بتوعه. نتكلم في آخر جزئية عندنا في مايند مابس المصل، هو مصل ديزيز. صفحة دي قراءة لأنها هتعرفها فيما بعد، سنترال نيرفوس سيستم وفي مادة الأطفال. المصل ديزيز قد يكون جينيتك، عيب وراثي، عندي خلل في كفاءة المصل فايبرز، ديستروفي، أو حاجة اسمها مايو تونيا، او اتقطع النيرف اللي رايح للمصل، فالمصل يحصل لها ضمور تخس في الحجم بتاعها، اتروفي، او يحصل فايبريليشن اللي هو رعشه. في نوعين من الكونتراكشنز، كونتراكشن تشوفه وتحسه اسمه فاسيكيوليشن، وكونتراكشن تشوفه فقط وما تحسوش كدكتور فايبريليشن. طبعا كل واحدة من دول ليها ميكانيزم هيتشرح تفصيليا في فيديوهات سنترال نيرفوس سيستم. اخر جزئية عايز اقولك عليها، لو انت عايز تطمن على كفاءة العضلة، في حاجة اسمها رسم كهربي للعضلة. الرسم الكهربي ده بيتعمل بجهاز اسمه الكترو مايوجراف. خلي بالك هعمل زوم هنا،
أنا حطيت جراف بالبولد أو جرام. طلبة فاكرة إن جراف كراسة الرسم البياني يبقى ده الورقة اللي هنسجل عليها الرسمة. لا، جراف هو الجهاز، جرام هو الريكورد أو الورقة، زي في الإي سي جي جهاز رسم القلب نقول لك إلكترو كارديو جراف، ده جهاز. أما الورقة اللي هنسجل عليها كهربة القلب إلكترو كارديو جرام. في نهاية هذا الفيديو جمعنا كل تفاصيل السكيليتال ماسل، بداية من النيورو ماسكولار ترانسميشن، اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، يعني ايه مايسينيا جريفز، ايه انواع المسل فايبرز، ايه انواع الفيلمنتس، الاي تي بي السورسز، الرول، الكونتراكشن نوعين، ايزومتريك ايزوتونيك، جدول مقارنه، الاربع انواع بتوع الهيت، يعني ايه اوكسجين ديت لاكتيك وايه لاكتيك، الالكتريك ايفنتس بتاعه السكيليتال ماسل كلمنا عليها، كلمنا على التروبونين وانواعه، كلمنا عن ازاي نعمل جراديشن تدرج للسكيليتال ماسل كونتراكشن بثلاث عناوين، موتور يونت، طب يا ترى السايز يفرق؟ حاجتين، والفانكشن حاجتين، كلمنا عن نيورونال بول، عن ستارلينج لو لينس تنشن ريليشن شيب بخمس احتمالات، يعني ايه بريلود، يعني ايه افترلود، طب الفريكونسي اوف ستيميوليشن لو اتنين او اكتر، تيتانوس وكلونس، كلونس انكمبليت ريلاكسيشن، تيتانوس كونتينيوس كونتراكشن، وازاي نحول الاتنين لبعض، شوف فيديو العملي. كلمنا عن السيمبل ماسل تويتش كديفينيشن وكفاكتورز افكتنج، وما تنساش 2S ستارلينج وستيميوليشن، واتنين بحرف التي تايب اوف ماسل فايبرز وتمبريتشر، ونهينا كلامنا بالماسل ديزيز قد تكون جينيتك وراثيه او قطعنا النيرف اللي بيغذي المسل، الفرق بين فايبريليشن وفاسيكيوليشن مبدئيا، وجهاز رسم العضلات اسمه الكترو مايو جراف، اما ورقه التسجيل الكترو مايو جرام. كان معاكم دكتور محمد فايز، اتمنى يكون الفيديو يجمع لك السكيليتال ماسل بشكل بسيط ان شاء الله.